السلام عليكم. ما زلنا في شرح جدولة الثريدز، ومثل ما ذكرنا سابقا اكو عندنا ما يسمى بالبي ثريدز اللي هو عبارة عن ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، وهذا يعني هي عبارة عن مكتبة لمساعدة المبرمجين على كيفية برمجة يعني نظم التشغيل وكيفية جدولة الثريدات او اجزاء العمليات في داخل هذه نظم التشغيل. كمثال على كيفية استخدام الاي بي اي، عندنا هنا في مثال بسيط بلغة سي بلس بلس include pthreads.h، هذا هنا الهيدر فايل الخاص بهذه الاي بي اي، include studio.h، define number of threads يساوي 5، هذا عبارة عن ثابت يعني موجود اللي هو عدد الثريدات اللي راح يعني نتعامل معها، integer main، integer arguments count، وهنا الكاركتر argument value، هذا طبعا ثابتة يعني تقريبا في برامج سي بلس بلس اللي تعمل بهذا المجال. هنا عبارة عن عدد الارجومنتس او عدد القيم التي يتم ادخالها لبرنامج سي بلس بلس لكي يتم تنفيذه، وهنا القيم الخاصه بهذه المتغيرات. انتجر اي سكوب، هنا المتغيرات يعني مجرد تعريفها من نوع انتجر. البي ثريد ثريد اي دي اللي هو عباره عن مصفوفه به الايدنتيفيكيشن اللي هي اسماء الثريدات، واللي هنا هي يعني عدد قيمها 5 اللي هو نفس عدد الثريدات اللي راح نتعامل معها. البي ثريد اتريبيوت ايضا هنا المواصفات الخاصه بهذه البوزكس ثريدز او الاي بي اي. هنا طبعا هنا هو well documented، يعني هذا البرنامج يحتوي على كل التعليقات الخاصة بشرح كل أجزاء هذا البرنامج. هنا get the default attributes، الحصول على المواصفات العامة أو التلقائية. ال pthreads attribute initiation، هنا مجرد يعني عملية البدء للحصول على مواصفات هذه الثريدز. first inquire on the screen scope، يعني if ال pthreads attribute get scope of هذا الاتريبيوت والسكوب لا يساوي صفر، يعني إذا لم يكن القيمة تساوي صفر راح يطبع لنا فد رسالة خطأ تقول بأنه unable to get scheduling scope، يعني من غير الممكن الحصول على نوع الجدولة. أما إذا حصلنا على الـ else، يعني بخلافه إذا لم يكن يساوي صفر، يعني إذا كانت تساوي صفر else if scope يساوي لنا الـ pthread of scope process، معناته اطبع لنا أنه عندنا pthread scope process، معناته هنا الجدولة على مستوى العملية الواحدة مثل ما ذكرناها في المحاضرة السابقة. Else if the scope يساوي لنا الـ pthread of scope system، معناته احنا عندنا جدولة الثريدز على مستوى النظام كله. else يعني بخلافه اذا لم يكن هذه القيم كلها، فطبعاً رسالة خطأ تقول illegal scope value، يعني هنا القيمة اللي تم تعريفها للمتغير اللي اسمه scope اللي هو هذا هو، هذه القيمة معناتها هي غير صحيحة، يعني اما انه تكون لا تساوي صفر وبالتالي يعني لم يتم الحصول عليها، اما اذا كانت تساوي ان هذه القيمة فيطبع لنا هذه الرسالة، اذا كانت تساوي هذه القيمة راح يطبع لنا هذه الرسالة. وبخلافه اذا لم تكن اي واحده من هذه القيم راح تكون عندنا هذه الرساله اللي تقول بانه illegal scope value، انه قيمه السكوب غير معرفه او غير قانونيه. بعد ذلك set the scheduling algorithm to the process contention scope او system contention scope، هنا ال pthread attribute set scope، هنا يتم ضبط السكوب واللي هو مثل ما ذكرنا سابقا pthread scope system، هنا عرفنا. بعد ذلك create the threads، انشاء الثريدات، for i يساوي صفر، i اصغر او اصغر من الـ number of threads اللي هو عرفناه سابقا بمقدار 5 في هذا البرنامج، i زائد زائد. الـ pthread create، هنا طبعا هذه هو الـ يعني الفانكشن اللي يتم استدعائها لانشاء الثريدات لكل واحده من هذه الـ i اللي هي بتاخذ قيم 0 1 2 3 4. هنا الـ thread id اللي هو الـ identification الخاص بالثريد، هنا الـ attributes المواصفات اللي تم اسنادها سابقا، هنا الرانر اللي هي عباره عن الفانكشن اللي تحتوي على الوظيفه الرئيسيه لهذا الثريد او ما الذي يقوم به، واللي هنا راح يتم تعريفها. واخيرا هذا المتغير الرابع هو null. Now join on each thread، هنا يتم الانضمام الى يعني ضم هذا الثريد الى الريدي كيو. ايضا for i يساوي صفر، i اصغر من number of threads، i زائد زائد. الـ pthreads join، هنا الثريد اي دي فقط يعني هو اللي راح يتم ضمه الى الريدي كيو. كل ثريد will begin control in this function، هنا يعني كل واحد من هذه الثريدات يتم بدء العمل الخاص به في هذه الدالة اللي هي اسمها runner الخاصة به، واللي تحتوي على void parameters do something، يعني هنا هو الفانكشن الرئيسية الخاصة بالثريد، واللي هو مثل ما ذكرنا سابقا الثريد قد يكون هو process أو جزء من process، يعني فرد برنامج معين يقوم بعملية الكات، الكوبي، البيست، الطباعة، السند، الريسيف، أي واحدة من هذه الفانكشنز اللي موجودة واللي يتعامل وياها مع الحاسبات يعني بشكل يومي. بعد ذلك هنا pthread exit 0، هنا اذا تم العمل بنجاح هذه الرنر اللي هنا يتم استدعائها في داخل يعني عندما يتم انشاء الثريد، فكل ثريد عندما يتم انشائه نستدعي الداله الخاصه به، وهنا نعرف في داخل الداله الخاصه به ما العمل الذي سيقوم به هذا الثريد. فهذا هو مجرد مثال بسيط على كيفيه استخدام الاي بي اي اللي اسمها pthreads لبرمجه الثريدز الموجوده في نظم التشغيل.
لحد الآن كل اللي تحدثنا عنه هو كان عبارة عن جدولة العمليات أو الثريدز أو أجزاء العمليات يعني في حاسوب يحتوي على معالج واحد. في الدروس القادمة إن شاء الله راح نتحدث عن المالتيبل بروسيسور سكيدجولينج، جدولة الحواسيب التي تحتوي على معالجات متعددة اللي هي يعني مثل ما نسميها المالتي كور أو الديستريبيوتد سيستمز، اللي هو إذا كان لدينا نظام يحتوي على عدة معالجات ترتبط مع بعضها سوية في مكان قريب أو أماكن متباعدة، ونحاول أن نقوم بعملية الجدولة للعمليات بتوزيعها على هذه المعالجات كلها، لأنه هنا إذا قمنا بوضع كل العمليات لمعالج واحد فبقي هذا معناته هذا المعالج راح يكون مشغول طيلة الوقت، في حين بقية المعالجات راح تكون يعني فارغة، فهنا راح يصير عندنا فد خلل فيما يسمى باللود بالانسنج اللي هو موازنة الحمل، فهنا أيضا راح تكون عندنا عمليات الجدولة للمعالجات أو للحواسيب التي تحتوي على معالجات متعددة راح تكون أصعب بكثير من اللي تحدثنا عنها لحد الآن. وراح أتحدث عنها إن شاء الله بشكل مفصل في المحاضرات القادمة. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.